نشكر لكم بان قابلتكم باش نجوا عندكم وكل مشارب باش نكرموا سماحة الشيخ عبد اللطيف القاعد درنا كلهم اطارات تاع التصوير ورا شيخنا في محمد عبد اللطيف القاعد رضي الله تعالى للمواطن المتميز وعلى هذه الالتفات للزاويه. نشكرهم على كل العمل الذي يقومون به خلال السنة وخلال السنوات الماضية كلها للتعريف بوهران، ولاية وهران للتعريف بأعيان، ولاية وهران للتعريف بعلماء وصلحاء مدينة وهران لتصحيح الفهم، وهذا هو الأهم للشباب حول هذه المدينة المعطاة المباركة وحول ما فيها من مآثر دينية ومعالم سياحية دينية روحية مما يجدد النظرة إلى هذه المدينة. نعود ونقول باسم شيخنا وباسم أنجال شيخنا وباسم طلبة الزاوية وأساتذتها الشكر متواصل للتنسيقية الولائية، الله تعالى لهم التوفيق والسداد. ونقول سماحة الشيخ عبد اللطيف القايد حقيقة يبذل جهد الجهيد من أجل إبراز الدين الوسطي، من أجل إبراز الجزائر، يعني خلال الدروس المحمدية أصبحت جد سعداء، وأقولها من صميم قلبي أن أبناء الشيخ والسي معزوز والأئمة تاع الزاوية قبلوا باش يكونوا حاضرين وحضرنا بوفد كبير. Was that?